ينفعش نعدي الحلقة من غير ما نتكلم عن نجمنا المصري محمد صلاح واللي رجع للترند في مصر من جديد. لكن الصورة ما فيهاش محمد صلاح، بيظهر في الصورة من ورا بوابة بيت محمد صلاح في قريته في نجريج، واللي اتجمع قدامها زي ما انتم شايفين مجموعة من العساكر، على مجموعة من الجيش، على مجموعة من الصحفيين وبعض المواطنين في أول يوم من العيد اللي جه محمد صلاح وقرر يقضيه في قريته وسط أهله وناسه. تكررت الصورة والشارع اتسد والقرية اتسدت، محمد صلاح ما قدرش يخرج من البيت بسبب التأمين وبسبب الخوف على حياته، فنزل تويتة يوم العيد الظهر بيقول فيها اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس، إن الواحد مش عارف يخرج من البيت عشان يصلي العيد، ده ملوش علاقة بالحب، ده بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية. التدوينة تم إعادة تغريدها ما يقرب من 15,000 مرة ونالت ما يقرب من 160,000 إعجاب على هذه التغريدة، وحالة من الجدر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلام صلاح. بعض الناس شايف إن محمد صلاح معاه حق ومن حقه يتمتع بحياته الخاصة، بعضهم شايف إن محمد أفور شوية وبيتكبر على المعجبين. أحمد عز بيقول احذفها التغريدة يا محمد، بلاش تشغل نفسك بحاجات تافهة، الكلام مش هيخلص ولا عليه جمرك، ركز انت بس في حياتك وانسى الاهتمام بالأمور دي غلط. تدوينة كمان تحت نفس الموضوع باخدها من محمد بركات، بيقول معلش يا أبو صلاح، كل سنة وانت بخير، عيد والناس بتحبك وفرحانة بيك، بس لازم الناس تراعي انه انسان وليه حياته الخاصة زيهم بالضبط، ومن حقه مساحة فيها يتحرك على حريته بلا قيود. طب ادوني طيب قبل الختام تدوينة من التدوينات اللي الناس بتختلف، او الناس شايفة ان محمد صلاح مش معاه حق، او محمد صلاح يعني تجاوز في كلامه، او كان كلامه أوفر شوية وكان عدم احترام للجماهير اللي المفروض بتحبه. هيثم عبد الفتاح بيقول عادي جدا، والمفروض انه يكون متواضع معاهم وينزل لهم ويسلم عليهم، الناس بتحبه وتتمنى تشوفه. اذا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة محمد صلاح واعتراضه على تجمع الجماهير والصحفيين أمام بيته واللي منعه بطبيعة الحال من أداء صلاة العيد.